السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة السابعة من كريستال كيمستري، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجتين. والجزء الأولاني أظن الموضوع هيبقى سهل إن شاء الله، اللي هو الهيرمان موجان سيمبل، وده زي اللو أوف سيمتري اللي احنا خدناه في سنة أولى وتعودنا عليه قبل كده، بس ده حاجة يعني مور انترناشنال. وفي بعد كده ال 32 كريستال كلاسس او بيسموها البوينت جروبس، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده. نبدا بالمدخل للهيرمان موجان سيمبل. منين بنجيب ال 32 كلاس؟ احنا خدنا قبل كده ال elements of crystallography، وعلى اساسها قسمنا الكريستال لل 7 كريستال سيستمز، وبعد كده خدنا الـ elements of symmetry، اللي هي خدنا الـ elements of symmetry اللي هي الـ rotation axis والـ inversion axis والـ plane of symmetry والـ center of symmetry. اعتمادا على الـ elements of symmetry اللي هي الـ mirror اللي هي الـ planes والـ rotation والـ inversion والـ inversion، قسمنا الـ crystals أو الـ 7 crystal classes 7 كريستال سيستمز، قسمناها ل 32 كريستال كلاسز. طيب، هل ممكن احنا نقسمها لعدد اكبر من كده، اكبر من 32؟ لا، لقوا ان احنا اقصى عدد ممكن من الاحتمالات اللي هو ال 32 كلاس، وبالتالي من غير ما يحصل اي نوع من انواع التكرار، فقسموا السبعة كريستال كلاسز اللي احنا خدناهم او السبعة كريستال سيستمز الى 32 كريستال كلاس، اذا 32 كريستال كلاس. كل واحدة من الكريستال سيستمز اللي احنا خدناها، يعني الكيوبك مثلا، كيوبك كريستال سيستم، بتتقسم جواها لسب كلاسز، مجموعة من الكلاسز، وهكذا. كل فصيلة من اللي احنا خدناها بتتقسم لي سب كلاسز، بحيث ان احنا لما نجمع عدد السب كلاسز النهائية او الكلاسز النهائية هنلاقيها 32 كريستال كلاسز. طيب، الهيرمان موجان سيمبل هو ده اختصار او رمز بنرمز بيه لكل كلاس من الكلاسز دي، وهو اختصار للالمنتس اوف سيمتري اللي المفروض بتمثل لي الكلاس دي. الهيرمان موجان ده جه منين؟ جه من الاثنين العلماء اللي هو الهيرمان والموجان، دول هما الاثنين مع بعض عملوا السيمبل ده او الطريقة دي في الاختصار، وهي بقت مشهورة وبالتالي خدت الاسم بتاعهم الاثنين. ده ما يمنعش ان احنا في عندنا طرق تانية من طرق السيمبلز دي، زي اللي احنا كنا بناخدها زي اللو اوف سيمتري اللي احنا كنا درسناه قبل كده، وهو الهيرمان موجان ده قريب جدا جدا من اللو سيمتري، عشان كده بقول لكم ان شاء الله ان سهله ما فيهاش حاجه. لكن اشهر حاجه بتستخدم اللي هو الهيرمان موجان سيمبل، اللي بيستخدم غالبا في المينرولوجي، وبيستخدم انه سهل في تطبيقه عن الانواع التانية اللي هي بتستخدم. قبل ما اخش على الهيرمان موجان سيمبلز، يهمنا ان احنا نعرف الرموز اللي احنا هنستخدمها في السيمبل ده. احنا عندنا اما ان يكون عندنا الميرور بلينز او الروتيشن اكسس او روت انفيرجن اكسس او الانفيرجن اللي هي السنتر، اللي هي بنرمز لها غالبا بالاي او الان، بس هنا ما حطهاش لان احنا مش هنستخدم في الهيرمان موجان سيمبل، مش هنستخدم فيها السنتر اوف سيمتري، مش هنستخدم فيها السنتر اوف سيمتري. احنا عندنا الميرور بلين بيرمزوا له برمز ام، سواء في هيرمان موجان سيمبل او في السيمتري عادي. الروتيشن اكسس بيرمزوا له في ال 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 في السيمبل اوف سيمتري، بيرمزوا لها باي اكسس، وبيحطوا عدد التكرار، يبقى A1 A2 A3، ده اللي هو مثلا 3 فولد اكسس او 4 فولد اكسس او 6 فولد اكسس، وبيرمزوا له في الهيرمان موجان سيمبل بالارقام 1 و2 و3 و4 و6. والروتيشن اكسس روت انفيرجن اكسس اللي هو الاي بار
1 اللي هو بيكافئ الانفيرجن، وهكذا بقية الاكسس. اما في الهيرمان موجن سيمبل بنرمز لها بواحد بار، 2 بار، 3 بار، وهكذا. احنا دول اللي هيهمونا، لان دول اللي هنستخدمهم في السيمبل بتاعت ال 32 كريستال كلاسز. طيب القواعد اللي احنا بنستخدمها في الهيرمان موجن سيمبل ايه هي؟ ان احنا بنقول لو انا عندي ميرور بلين بيربنديكولار تو روتيشن اكسس، روتيشن اكسس بيكتبها اكس اوفر ام، اكس اوفر ام اللي هو تعتبر اكس ده الاكس، ده الاكس ده اللي هو الاكس، والام دي اللي هي الروتيشن، الروتيشن اللي هي الميرور بلين، الميرور بلين. وبالتالي احنا عندنا في 2 اوفر ام، وفي 4 اوفر ام، وفي 6 اوفر ام. وهنقول دلوقتي احنا ليه ما عندناش 3 اوفر ام في النوع ده من انواع الاكسس، ليه علاقة ما بين الاكس وما بين البلين اوف سيمتري، ليه ما فيش محور تماثل ثلاثي على بلين؟ هنقولها دلوقتي حالا. طيب في 3 حاجات او 3 علاقات بيربطوا لي المحاور مع البلينز. اول علاقه بتقول لي لو انا عندي الروتيشن اكسس بارلل للبلين، بارلل للبلين دي بيرمزوا لها ازاي؟ بيرمزوا لها 2 ام ام. يعني ايه ام ام؟ يعني 2 ماشي مع مستوى وماشي مع مستوى تاني. يعني عندي محور تماثل ثنائي ماشي مع المحور التماثل الثنائي ده، بلين وبلين ده هنا ماشي معاه بارلل لي، ماشي كده، او 3 ام او 4 ام ام او 6 ام ام وهكذا. ليه بيقول ام ام؟ لان انا عندي المحور الرباعي ده بيكرر البلين، بيكرر البلين اللي موجود. فانا لو انا عندي في بلين واحد فبيجي المحور الرباعي بيكرره تاني، فيبقى موجود اكتر من محور، اكتر من بلين، عشان كده بيقول ام ام. كذلك هنا بيقول عليها 2 ام ام. المهم ان انا لما يقول يحط لي الرمز بتاع المحور، محور ثنائي، وما يحط ليش شرطة كده، يبقى ده معناه ان المحور الثنائي ده بارلل لي، بارلل لي الميرور بلينز اللي عندي. طب لو افترضنا ان الروتيشن اكسس او الميرور بلي او البلين او الروتو انفيرجن اكسس بيربنديكولار تو الميرور بلين، عمودي على الميرور بلين، بيتحط 2 اوفر ام، 2 اوفر ام. هو هنا بيقول لي ان هو زي ما في عندنا 2 اوفر ام، في 3 اوفر ام، في 4 اوفر ام، في 6 اوفر ام، اللي هي المحاور كلها. لكن ناخد بالنا ان احنا خدنا قبل كده ان 3 اوفر ام ده بيكافئ ال 6 بار، بيكافئ ال 6 بار، وبالتالي احنا غالبا ما بنستخدمش كلمه 3 اوفر ام، وبنستخدم مكانها ال 6 بار دي، ودي اللي هتجيلنا بعد كده اللي هو السكس فولد روت انفيرجن اكسس. بعد كده تقريبا مفيش احتمالات تانية، مفيش احتمالات تانية. احنا عندنا الاحتمال الاولاني ان يبقى ماشي مع المستوى، الاحتمال التاني يبقى عمودي على المستوى، مفيش عندنا احتمال تاني ان في محور موجود بارلل او يعني موجود في مستوى غير مستوى البلين، ده مش موجود عندنا في الفراغ بتاع البلورات، وبالتالي ما عندناش غير النوعين الاولانيين اللي هم الموجودين عند دول. طيب نبدأ بمثال لفصيلة، وده بيمثل لي الهيرمان موجن سيمبول بتاعها. طيب الفصيلة دي مثلا بيقول لي دي مكونة من ايه؟ مكونة من محور تماثل ثنائي عمودي على بلين، محور تماثل ثنائي عمودي على بلين، محور تماثل ثنائي عمودي على بلين. دي فصيلة الاوستروبك، دي فصيلة الاوستروبك، كنا احنا بنكتبها قبل كده بالشكل ده، وبنحط بعد كده ان اللي هو المركز بتاعي، المركز بتاعي. احنا في الهيرمان موجن سيمبل قلنا ما بنكتبش المركز خالص. طيب اللي بيقول لي ان انا في عندي دي طريقه، ده اللي هو طريقه الهيرمان موجن سيمبل، وده كده الابريفيشن بتاعه، الاختصار بتاعه، الابريفيشن بتاعه ان احنا بنكتبه 2 اوفر ام ام ام، 2 اوفر ام ام ام. وهنشوف دلوقتي ان احنا عندنا الهيرمان موجن سيمبل ده ليه اختصار نفسه، دي اختصار نفسه. ده مثلا بيقول ان انا في عندي محور رباعي على عمودي على ام، ومحور رباعي عمودي على، او محور ثنائي عمودي على ام، ومحور ثنائي عمودي على ام. بس هنا بيقول لي حاجه، بيقول لي ان انا عندي
ان المحور الثنائي ده مش عندي محور واحد، ده انا عندي 2 محور ثنائي، عندي 2 محور ثنائي. بيقول لي ان انا عندي فيه 2 محور ثنائي عمودي على بلين، وبعد كده 2 محور ثنائي تاني عمودي على بلين. فانا هنا عندي ده، لو انا كنت بكتبه بالقانون القديم كنت بكتب ايه؟ 4 اوفر ام، وبكتب 2 ثنائي عمود على ام و2 ثنائي عمود على ام، وان ده اللي احنا كنا بناخده في اللو اوف سيمتري. احنا بنلغي ده وبنلغي الرقم اللي فوق ده وبنلغي الرقم اللي فوق ده، فبالتالي بيبقى ده الهيرمان موجن سامبل اللي احنا بنستخدمه. ماشي، انا هو بيقول ان انا في عندي 2 ثنائي عمود على ام، وفي كمان عندي 2 محور تانيين ثنائي عمودي على الام. ليه هو هنا ما بيكتبش الاثنين والاثنين دي؟ هو بيستند عنهم، بيقول لي طالما انا عندي محور رباعي فبيكرر لي المحاور الثنائي، بيكرر لي المحور. انا بدل ما عندي محور واحد ثنائي بيبقى عندي 2 محور ثنائي عمودي على الام، فهو طالما عندي في واحد رباعي فهو بيكرر لي المحور الثنائي، فهو عشان كده ما بيستخدمهاش، عشان كده ما بيستخدمهاش. احنا قلنا او اهم حاجه في السيمبلز دي ان هي بتبقى مختصره، مختصره على قد ما بيقدر. ناخد مثال كده ازاي هو بيطبقها. ده مثلا مثال اللي احنا كنا قلناه من شويه، انا عندي فيه محور، ده مثلا محور سي، ده محور ثنائي، وعندي فيه محور بي، ده محور ثنائي، وعندي ده محور ايه، ده محور ثنائي. المحور سي ده عمودي على بلين اللي هو ده، والمحور الاي ده عمودي على بلين اللي هو ده، وعندنا المحور البي ده عمودي على بلين. فانا عندي هنا في 3 تو فولد روتيشن اكسس و3 ميرور بلينز، 3 ميرور بلين، وفي عندنا السنتر اوف سيمتري اللي هو الانفرشن، السنتر اوف سيمتري اللي هو الانفرشن. اول حاجه عشان احنا نعمل الـ القانون ده عشان يبقى سليم، اول حاجه بنحط التو فولد اكسس، التو فولد اكسس اللي موجودين عندي، ادي عندي 2 2 2، المحور الثنائي ماشي مع الاي، محور ثنائي ماشي مع البي، محور ثنائي ماشي مع السي. دي اول خطوه. تاني خطوه باخد كل واحد من المحاور الثنائيه دي وبعمل ان هو عمودي على ميرور بلين، عمودي على الميرور بلين، ان هو ادي محور وادي ميرور بلين. طب انا عشان يبقى عمودي على الميرور بلين فبستخدم عندي السلاش دي عشان يبقى عمودي على الميرور بلين، وبالتالي يبقى ده الرمز بتاعي النهائي اللي انا بستخدمه، الرمز بتاعي النهائي اللي انا بستخدمه. يبقى انا ببدا بحط المحاور، وبعد كده احط المحاور، احط بعد كده المستويات، وبعد كده علاقه المحاور والمستويات ايه؟ هل هي بارلل؟ يبقى مش هحط هنا السلاش. لو هو بيربنديكولار زي اللي هو موجود عندي ده فانا بحط عندي الباك باك باك سلاش. مثال تاني مثلا فصيله زي ادي عندي هنا محور سي، ده محور ثنائي، وعندي المحور سي ده بارلل لي ام وام، بارلل لي ام وام، فبعمل ايه؟ ادي محور سي، ادي محور ثنائي، بكتب الاول المحور الثنائي عندي 1 تو فولد اكسس، 1 تو فولد اكسس، وعندي 2 ميرور بلينز، 2 ميرور بلينز. بيتكتبوا ازاي الميرور بلينز؟ بيتحطوا جنبي، ادي ام 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 ام، هل ده بيربنديكولار ولا بارلل؟ لا ده بارلل، ده بارلل، فبالتالي يبقى القانون بتاعي كده كامل، مش محتاج ان انا احط سلاش، مش محتاج ان انا احط سلاش، لان ده هنا ايه؟ نو سلاشز، بيكوز ذيس روتيشن اكسس از بارلل تو ذا ميرور بلينز اوف سيمتري. مثال تاني، طبعا المثال ده كومبليكيتد شويه، في سلسله الكيوبيك، وده مور كومبلكس او ذا موست كومبلكس في الاولد كريستال كلاسز. وده في عندنا مجموعه من الاكسس، عندي 3 4 فولد روتيشن اكسس، طيب وعندنا 4 3 فولد روت انفرجن اكسس، وعندنا كمان 6 2 فولد روتيشن اكسس، وعندنا كمان ال 9 ميرور بلينز اوف سيمتري، وعندنا كمان في سنتر اوف سيمتري. دي الاليمنتس اوف سيمتري بتاعت الكيوبيك سيستم او الهول سيمتريكال كلاس اوف كيوبيك سيستم. طيب احنا بنكتبها ازاي؟ احنا عندنا دلوقتي عندنا في ال 4 فولد 3 4 فولد
روتيشن اكسس. واحنا كنا بنقول على قبل كده على المحاور الثلاثيه، كنا بنسميها هنا محاور ثلاثيه، بس لا، هي دي محاور ثلاثيه انقلابيه. ده الصحيح انها انقلابيه، احنا طول عمرنا بناخدها ان هي محاور ثلاثيه عاديه، هي محاور ثلاثيه انقلابيه روتو انفرجن اكسس. فانا عندي هنا في 3 في 4 3 فولد روتو انفرجن اكسس، وعندنا 6 2 فولد روتيشن اكسس. كل واحد من دول بنكتبه زي ما هو كده، بنكتبه زي ما هو كده، بنكتب 4، ما بنكتبش هنا بقى ان ده 3، ما بنكتبش ان ده 4، ما بنكتبش ان ده 6، ما بنحطش العدد، ما بنحطش عدد، ما بنكتبش العدد. فدول كلهم بيتلغوا، ما بنحطهمش موجودين. طيب تاني حاجة بيقول ان انا في عندي ميرور بلينز. ميرور بلينز دي هل ليها علاقة بالروتيشن اكسس اللي موجود عندي؟ اه، ليها علاقة بالروتيشن اكسس. عندي 3 منهم بيربنديكولار على الفور فولد روتيشن اكسس، وعندي 6 منهم بيربنديكولار للتو فولد روتيشن اكسس، وبالتالي بتكتب 4 اوفر ام 3 بار، وبعد كده 2 اوفر ام، وما بنحطش هنا، مفيش مركز، مفيش مركز بنحطه هنا. يبقى ده كده اللو اوف سيمتري او الهيرمان موجن سيمبل اوف هولي سيمتريكال كلاس اوف كيوبيك، اللي هي بنسميها الهيكسا اوكتاهيدرون. طيب ايه البوينت جروب؟ قلنا البوينت جروب ده ما هي الا الكريستال كلاسز، الكريستال كلاسز، ماشي. طيب قلنا ان دي بتمثل لي الكريستال كلاسز اللي موجوده عندي. طيب الكريستال كلاسز دي، دي المفروض الاسماء بتاعتها، الاسماء بتاعتها في عندي انا في التريكلينيك فيها 2 كريستال كلاسز، ماشي. في المونوكلينيك في 3 كريستال كلاسز، في عندي في الاورثرومبيك في 3 كريستال كلاسز، في عندي في التتراجونال في 7 كريستال كلاسز، وفي عندي في الهكساجونال 7 كريستال كلاسز، وفي عندي في التريجونال في 5 كريستال كلاسز، وفي عندي في الايزومتريك اللي هي الكيوب في عندي 5 كريستال كلاسز. لو احنا جينا نجمعوهم 2 و3 5 و3 و7 10، يبقى هنا 15، 15 وعندي 10 تاني هيبقوا 25، و7 هيبقوا 32، يبقى ده مجموعهم 32. لو جينا نبص لهم كده هنلاقي ان في منهم مجموعة فيها سنتر اوف سيمتري، ومجموعة ما فيهاش سنتر اوف سيمتري. ناخد بالنا هنا احنا مهم جدا جدا نحفظ الهولو سيمتريكال كلاسز. الهولو سيمتريكال كلاسز ده، الهولو سيمتريكال كلاس ده، الهولو سيمتريكال كلاس ده، الهولو سيمتريكال كلاس هنا ده، الهولو سيمتريكال كلاس ده، ده التريجونال، ده التريجونال، هو هنا حاطط ده التريجونال وده الهكساجونال، ده هكساجونال وده التريجونال. التريجونال ده الهولو سيمتريكال كلاس، وده في الهكساجونال ده الهولو سيمتريكال كلاس، وده اللي احنا لسه عاملينه في الكيوب الهولو سيمتريكال كلاس. احنا لازم نحفظ الهولو سيمتريكال كلاسز دي، لازم نحفظها ان ديتيلز. اما السب كلاسز دي مش لازم نحفظها ان ديتيلز، لكن هقول لكم ايه اللي مطلوب مننا في السب كلاسز دي. طيب ده هنا بس ده تقسيمه كده عشان نفهم يعني هو ازاي، كان كفلو شارت ازاي ان انا اعرف الكريستال كلاس بتاعتي عن طريق ان انا بطبق الاليمنتس او السيمتري اللي موجوده فيه، عشان في الاخر اوصل لنوع الكريستال كلاس اللي موجود عندي في البلور. طبعا انا مش احنا بس ده مجرد فلو شارت، انت عايز تبقى تمشي معاها ان ديتيلز كده لغايه ما تقدر تحدد ايه هي الكريستال كلاس بتاعتك. انت حاجه اب تو يو، حاجه اب تو يو، اللي هو المفروض الريكتانجلز اللي موجوده عندي دي بتمثل لي في الاخر لو احنا جينا نعدهم هتلاقوهم اللي هم 32 كريستال كلاس اللي موجودين عندي.
ده برضو حاجة تانية، يعني رسمة تانية بيبين لي ان انا ازاي بعرف او انواع الكريستال كلاسز اللي موجودة عندي في، لو جينا عدهم برضو هتلاقيهم 32، وهنا بيحطت لي في كل كريستال كلاس ايه هي، يعني مثلا ده بيقول ان دي فيها محور ثنائي محور ثنائي محور ثنائي، ده الرمز بتاعها 2 2 2، دي مثلا فيها محور ثنائي محور ثنائي محور ثنائي، 3 محاور ثنائية وفي محور ثلاثي فوق، فدي رمزها 3 2، وهكذا. هنلاقوا ان دول كلهم مفهومش مستويات، فليها رمز عام اهو، بدي لها رمز عام ان دول من غير مستويات. هتلاقوا ان دول كلهم مفيش محاور عمودي على المستوى، فديها رمز عام بتاعها، وهكذا. يعني ايه، دي طريقة من ضمن الطرق اللي بيها بيختصر معايا التوزيع بتاعة الكريستال كلاسز اللي موجودة عندي، اللي هي 32 كريستال كلاس، او بنسميها 32 بوينت جروبس. فاحنا بس ده حاجة فور شوينج، بس بتجمع لي كل الكريستال كلاسز بتاعتي. برضو ده نفس الكلام، التيبل ده بقى احنا هناخده ان ديتيلز دلوقتي شوية بالتفصيل شوية. هنقول احنا عندنا ده الايزومتريك، وفي عندنا في الايزومتريك دي فيها 5 كريستال كلاسز، 5 كريستال كلاسز الايزومتريك سيستم، في عندنا 5 كريستال كلاسز، وده يعتبر ده احنا لازم نحفظه، ده قلنا ده الهولو سيمتريكال كلاس. في عندنا التتراجونال فيها 7 كريستال كلاسز، واحنا لازم نحفظ الهولو سيمتريكال كلاس ان داي تتراجونال داي بيراميدال. في عندنا الاورثرومبيك ودي فيها 3 كريستال كلاسز، واحنا لازم نحفظ ده الداي بيراميدال. وفي عندنا الهكساجونال فيها 7 كريستال كلاسز، احنا لازم نحفظ ده اللي قلنا اللي هو الهولو سيمتريكال بتاعها. التريجونال فيها 5، احنا هنحفظ ده. وبعد كده المونوكلينيك فيها 3، واحنا هنحفظ الهولو سيمتري بتاعها. وبعد كده التريكلينيك فيها 2، واحنا هنحفظ الهولو سيمتريك كلاس. وهو هنا ده تيبل بيجمع لي كل كريستال كلاس فيها كام 2 فولد اكسس، كام 3 فولد اكسس، كام 4 فولد اكسس، كام 6 فولد اكسس، فيها كام بلين، كام بلين اوف سيمتري، وفيها سنتر ولا ما فيهاش سنتر. وبعد كده كاتب لي الهيرمون موجن سيمبل بتاعها بتاع كل واحدة من دول. احنا ملزمين نحفظ بس ان ديتيل كل حاجة خاصة بالهولو سيمتريكال كلاس، يعني كل واحدة من دي 1 2 3 4 5 6 7، 7 كريستال كلاس دي اللي هي الهولو سيمتريكال كلاس. احنا محتاجين نحفظ ان ديتيل الصفات بتاعتها لغاية ما نوصل للهيرمون موجن سيمبل بتاعها. طيب نبدأ بالتريكلينك سيستم، نبدأ بالتريكلينك سيستم. التريكلينك سيستم ناخد بالنا بقى، احنا ناخد 7 فصائل، وكل فصيلة ايه السب كلاسز اللي موجودة فيها. اول حاجة نهتم بيها واحنا بندرس الجزء ده، ان انا ايه هي الصفة اللي بتميز كل السب كلاسز اللي تحت الكريستال سيستم. يعني انا عندي دلوقتي التريكلينك كريستال سيستم، التريكلينك دي فيها 2 سب كلاسز، فيها 2 كلاسز. التو كلاسز اللي موجودين فيها دول ايه هي الصفة الأساسية اللي موجودة فيهم؟ ان هي بيقول لي كده فقط فيها 1 فولد او 1 فولد روتيشن او 1 فولد روت انفرجن اكسس. يبقى دي يا اما فيها 1 فولد روتيشن اكسس او 1 فولد روت انفرجن اكسس، دي الفصيلة الوحيدة اللي فيها كده، الفصيلة الوحيدة اللي فيها كده. فانا لو هي فيها فقط 1 فولد اكسس، 1 فولد اكسس يعني بيلف كل 360 درجه، يعني بالاخر ما بيعملش حاجه، يعني بيلف ويرجع لمكانه تاني ما بيعملش حاجه تاني، وبالتالي ما فيهاش اي المنتس اوسيمتريك خالص. او فيها 1 بار او 1 فولد روت انفرجن اكسس، اللي هي فيها انفرجن او سنتر اوف سيمتري، فيها الانفرجن او السنتر اوف سيمتري اللي كنا بنرمز له بالرمز ان. طيب بيقول لي ان هي في منهم واحده، ما بيقول لي ما فيهاش اي ميرور بلينز، ما فيهاش اي طبعا روتيشن اكسس او سيمتري، الوان فولد روتيشن اكسس ده مينز nothing، فيها بس ان في واحده منهم فيها السنتر اوف سيمتري اللي هي فصيله البيناكويدل او الكلاس بتاع البيناكويدل اللي هو تحت، ده يعتبر الهولو سيمتري بتاع
التريكلينج ده اللي احنا كنا بندرسه قبل كده اللي هو مفهوش غير ماكس. بيقول ان في عندنا فيها تو كريستال كلاسز اللي هي البيديال والبينوكويدال. احنا قلنا احنا مهتمين نعرف البينوكويدال. بيقول لي بعض المينرالز اللي بتتكون داخل الفصيلة دي زي الميكروكلين، ده من اشهر المعادن اللي بيتكون في فصيلة التريكلينك. في البلاجوكليز كلها بتتكون في التريكلينك، في التركواز، في الولستونايت. احنا نحفظ على الاقل في كل فصيلة اسم معدن، معادن مشهورة اللي بتكون فيه الفصيلة دي. طيب ده هنا بيقول لي الهيرمان موجن ده الفول هيرمان موجن سيمبل، ده الابريفيشن بتاعه، ده الابريفيشن بتاعه عشان هو هنا كده كده مختصر، فالابريفيشن هو الفول فول سيمبل. طيب المونوكلينيك سيستم، المونوكلينيك سيستم فيه صفة أساسية بتميز الثلاثة كلاسز اللي موجودين في المونوكلينيك. بيقول إن هي إما يكون موجود فيها single two fold rotation axis and or single mirror plane. يبقى في فصيلة، هم دلوقتي عندي في ثلاثة، في ثلاثة sub classes أو ثلاثة classes موجودين في المونوكلينيك سيستم. واحدة فيهم فيها one أو single two fold rotation axis، والتانية فيها single mirror plane بس، والتالتة فيها rotation axis perpendicular لميرور بلين، ودي اللي هي غير سيمتري. يبقى احنا عندنا ده التفصيل بتاعي. يبقى احنا عندنا في واحدة فيها فقط ميرور بلين، واحدة فيها فقط التو فولد روتيشن اكسس، واحدة فيها التو فولد روتيشن اكسس والميرور بلين، وبالتالي هيبقى فيها سنتر اوف سيمتري، ودي تعتبر الهولوسيمتريكال كلاس اللي احنا بنسميها هنا الاسم الفصيل عندي، اسم الكلاس عندنا بريزماتيك. طيب بيقول لي ان احيانا بيبقى فيها سنتر زي مثلا في الهولوسيمتري، واحيانا ما فيهاش سنتر زي في السب كلاس. بيقول لي ان اللي بتكون في ثلاث، بتديني ثلاثه كلاسز في الكريستال سيستم دي، الدوماتيك والسفينويدال والبريزماتيك. احنا يهمنا قلنا البريزماتيك. اشهر المعادن اللي بتتكون في الفصيله دي زي معادن المايكا اللي هي مثلا البيوتايت والمسكوفايت، زي مثلا الكلورايت، زي الجبسم يعني معادن مشهوره، زي الاورسوكليز لو بتاش في السبار، زي الكاولينايت، زي التالك. ما شاء الله الليست بتاعتها مليانه معادن. فاحنا يعني لو حفظنا معدنين ثلاثه يبقى سهل جدا ان احنا لو نسينا واحد نفتكر التاني، لكن مهم ان احنا زي ما قلنا نحفظ اسم معدن او معدنين من المعادن الاساسيه فيها. ده هنا كل فصيله او كل كلاس من الموجودين دول. ده هنا الفول هيرمان موجن سيمبل بتاعه، ده الابريفيتد بتاعه او الابريفيشن بتاعه مختصر ليه، وعشان هو كده كده مختصر فاحنا الام هي الام، والاثنين هي الاثنين، والاثنين اوفر ام، اثنين اوفر ام، مش هختصر اكتر من كده، مش هختصر اكتر من كده. الاورثرومبيك عندي بيقول لي ان هي فيها ميزه، او احنا عندنا فيها ثلاثه سب كلاسز، ثلاثه كلاسز اللي موجوده في الاورثرومبيك سيستم. بيقول لي ان هي اما ان يكون فيها تو فولد روتيشن اكسس، او يكون فيها ميرور بلين، او يكون فيها تو فولد بيربنديكولار لميرور بلين. يبقى في عندي في فصيله، دي فصيله كده، وفي فصيله تانية فيها ثلاثه ميرور بلين. طبعا الثلاثه روتيشن اكسس هنا، الثلاثه دول تو فولد روتيشن اكسس، الثلاثه ماشيين مع الاي والبي والسي، او فيها ثلاثة بلينز، او فيها ثلاث محاور عموديين على ثلاثة بلينز الموجودة عندي، ودي اللي هي الهولو سيمتريكال كلاس. فاحنا في عندنا في واحدة فيها قلنا ثلاثة بلينز، دي فيها بلينز اهي، وفي التانية فيها ثلاث، طبعا ده غلط، ده فيها ثلاثة بلينز، او ان يبقى فيها
معذرة يا شباب، دي فيها واحد محور ثنائي مع 2 بلينز، لأن هي ده فصيلة البيراميدال دي، والبيراميد ده لازم يكون فيه محور ثنائي وماشي معاه 2 بلينز، ماشي معاه 2 بلين، أو يبقى فيها تلات محاور بس، 3 محاور ثنائية، أو يبقى فيها 3 محاور عموديين على 3 بلينز، على 3 بلينز، اللي هي فصيلة الهولو، فصيلة الأورثورمبيك، ده الهولو سيمتريكال كلاس بتاعتها، اللي هي بسميها الداي بيراميدال، الداي بيراميدال. طيب في قلنا في عندنا فيها 3 فصائل، احنا يهمنا فيها نحفظ الداي بيراميدال ده، اللي هو الهولو سيمتري بتاعها، هولو سيمتريكال كلاس، او فصيلة كامل التماثل، اللي هو النظام كامل التماثل بتاع الهولو بتاع الأورثورمبيك. عندنا من أشهر المعادن الموجودين فيها، عندنا فيها مثلا الأندالوسايت، عندنا فيها الأراجونايت، عندنا فيها البارايت، عندنا فيها مثلا أوليفين، عندنا فيها السلفر، وات ايفر، يعني انت عايز تحفظ اي 3 4 منهم مفيش مشكلة. احنا كده كده في آخر الكورس ان شاء الله هناخد مجموع من المعادن ديتيل، كل معدن بالانترنال ستراكشر، بالاتوميك ستراكشر بتاعه من جوه، فالمعدن ده هناخده في الاخر، لازم نبقى حافظه، ما فيهاش كلام. احنا من ضمن الحاجات اللي هناخدها مثلا السلفر، ممكن نتكلم شويه على السيليكيتس، حاجات كده، فلازم نبقى عارفين الديتيل. لكن ان جنرال انا لازم في كل فصيله اكون على الاقل حاضر عندي اسم معدن او 2. طيب ده هنا بيقول لي ان ده الفول هرموموجن سيمبل بتاعتها، وده الابريفيشنز بتاعتها، ده الابريفيشنز بتاعتها. احنا مطالبين بالهولو سيمتريكال كلاس، ماشي كده. طيب هو في قاعدة احنا قلناها في ان انا اعمل الهيرمان بوجن سيمبل، هل في قاعدة معينة في الابريفيشن؟ مفيش قاعدة واضحة، غير ان احنا الابريفيشن دي المفروض لما انا احطهم جنب بعض يبقى كل فصيلة ليها رمز يختلف عن التانية، كل فصيلة ليها رمز يختلف عن التانية، فهو بيحاول يختصر بحيث انه ما يخليش رمزين متكررين. طيب التتراجونال طبعا عندي فصيلة فيها 7 سب كلاسز، فيها 7 سب كلاسز، لكن بيقول لي ان كل الكلاسز دي كلها فيها سنجل فور فولد سيمتري اكسس، سواء السيمتري اكسس ده الفور فولد ده روتيشن او روتو انفيرشن، يبقى ما فيهاش غير واحد محور تماثل رباعي، واحد محور تماثل رباعي، اما رباعي دوراني او رباعي انقلابي، اللي هو روتيشن او روت انفرشن. يعني لو جينا نبص كده هتلاقي ده 4 بار اللي هو 4 فولد روت انفرشن اكسس، ده 4 فولد روتيشن اكسس، ده فيها 4 فولد، وهكذا. هتلاقي كل كده بادئين بمحور تماثل رباعي، فكلها فيها محور تماثل رباعي واحد. طيب بيقول لي بقى ان هي بقى ممكن تبقى فيها 2 فولد اكسس تانية، ممكن يبقى فيها سنتر اوف سيمتري، طبعا ممكن، لا ممكن يبقى فيها ميرور بلينز، الميرور بلينز اللي فيها ممكن توصل لخمسة ميرور بلين، والخمسة ميرور بلين دي موجودة في الهولو سيمتريكال كلاس، موجودة في الهولو سيمتريكال كلاس. بيقول لي ان اللي بتتقسم عندنا ل7 كريستال كلاسز، اللي هم اللي موجودين عندي دول، ماشي، والاسماء بتاعتها قلناها قبل كده، لكن انا يهمني عندي هنا اللي هو الهولو سيمتريكال بتاعها، اللي هو الداي تتراجونال داي بيراميدال، داي تتراجونال داي بيراميدال كلاس. من اشهر المعادن اللي ممكن تبقى موجوده فيها عندنا مثلا زي معدن، طبعا انتيز مش مشهور قوي، لكن الكاسترايد ده معدن مشهور، عندنا الزيركون، ايا كان، هيجيلنا بعد كده في اخر الكتاب ان احنا نتكلم على معادن خاصة بيها، لكن احنا ده يعني ايه، ممكن نحفظ اسمين بس او 3 زي ما قلنا، مثال للمينرالز اللي بتتكون في الفصيلة اللي احنا بندرسها. التتراجون ادي اسماء بتاعتها، كل كلاس من دول ايه هي الاليمنتس اوف سيمتري الموجودة فيه، سواء كان المحاور، سواء كان بلينز، وادي الاختصار بتاعها في الهرموموجن سيمبل. بعد كده هناخد الهكساجونال سيستم، والهكساجونال برضو فيها 7 كريستال كلاسز، فيها 7 كريستال كلاسز كلهم فيهم سنجل 6 فولد اكسس اوف سيمتري، 6 فولد اكسس اوف سيمتري، سواء كان روتيشن اكسس او روتو انفيرجن اكسس، ايا كان،
عشان كده هتلاقي هنا مثلا كلها بدأ بستة أو ستة بار، ستة أو ستة بار، لأن اللي كلها فيها الفصيلة الوحيدة اللي فيها 6 fold axis symmetry أو 6 fold rotation أو root inversion axis هي فصيلة الهكساجونال. بيقول لي إن هي فصيلة الهكساجونال ممكن يبقى فيها محاور تماثل ثنائية زي مثلا هول سيمتري أو غيرها، بيبقى فيها مستويات غالبا بتوصل أحيانا لسبعة 7 ميرور بلينز، أحيانا بيبقى فيها انفيرجن أو سنتر أو سيمتري، أحيانا مبيبقاش فيها. آخر حاجة يعني اللي قبل الأخيرة بيقول لي إن دي أسماء السبعة كريستال كلاسز اللي هي موجودة، واحنا يهمنا الاخير اللي هو يعتبر الهولوسيمتري ان احنا نحفظه ان ديتيل، وده بيسموه الداي هيكساجونال داي بيراميدال، داي هيكساجونال داي بيراميدال كلاس. اشهر المينرز الموجوده فيها زي الاباتايت زي البيرل زي الكوارتز، كل دي معادن بتتبلور في فصيله الهيكساجونال. دي اسماء السب كلاسز الموجوده عندي، وكل سب كلاس ايه هي الصفات بتاعتها لغاية ما نوصل للهرمون موجن سيمبل، عناصر التماثل الموجودة فيها الاكسس والبلينز والسنتر والسيمتري. التريجونال سيستم ودي فيها خمسة سب كلاسز او خمسة كلاسز اللي كلهم مميزين بصفة واحدة. طبعا كده كلهم مميزين دي نحفظها جدا في كل كلاس، كل كريستال سيستم ايه هي الصفة الاساسية اللي بتجمع كل السب كلاسز اللي او الكلاسز اللي موجودين داخل الكريستال سيستم دي. هنا كلهم فيهم سنجل 3 فولد روتيشن اكس، في عندنا في فصيلة تانية فيها 3 فولد روتيشن اكس اللي هي الكيوب، لكن 3 فولد روتيشن اكس في الكيوب او روت انفيرجن اكسس اللي موجود في الكيوب كل فيها تلاقي فيها 4 3 فولد روتيشن اكسس او 4 3 فولد روت انفيرجن اكسس، لكن ما فيش فصيلة فيها محور واحد ثلاثي الا فصيلة الثلاثي، فصيلة الثلاثي، سواء برضو الثري فولد ده اكسس سيمتري سواء هو روتيشن او روت انفيرجن مش هتفرق هنا في الاثنين، يعني هنلاقي هنا مثلا في روتيشن في روت انفيرجن اكسس وات ايفر كده، ده موجود وده كمان موجود. طيب بيقول ان انا احيانا بيبقى فيها 3 تو فولد اكسس روتيشن او روتيشن اكسس سيمتري، احيانا بيبقى فيها سنتر may have center symmetry، واحيانا بيبقى فيها ميرور بلينز بتوصل ل 3 ميرور بلينز زي في الهولوسيمتريكال كلاس. طبعا اعلى رقم دايما بيبقى موجود في الهولوسيمتري اللي هو بيبقى فيه السنتر، بيبقى فيه اكبر عدد من الميرور بلينز، اكبر عدد من الاكسس، ده كله بيبقى موجود في الهولوسيمتريكال كلاس الموجود عندي. طيب انواع السب كلاسز الموجوده او الكلاس الموجوده احنا قلنا فيها خمسه، والخمسه دول احنا يهمنا الهولوسيمتريكال كلاس اللي هو بيسموه الهكساجونال سكالينو هيدرال، الهكساجونال سكالينو هيدرال كلاس، وده يعتبر الهولوسيمتريكال كلاس اللي موجود عندي هنا. الهولوسيمتريكال كلاس اللي موجود عندي اللي هو الهكساجونال سكالينو هيدرال داي بيراميدال، ده الهولوسيمتري بتاع فصيلة التريجونال، وأحيانا بيسموها خدنا قبل كده بيسموها الرومبو هيدرال، لأن ده من ضمن الأشكال المميزة جدا في فصيلة الثلاثي. أشهر المعادن الموجودة عندي هنا طبعا معدن كالسايت معروف جدا، دومايت ابن عمه، الكوارتز احنا خدنا من شوية الهاي كوارتز هاي تمبريتشر كوارتز، هنا ده اللو تمبريتشر كوارتز أو اللو كوارتز زي التورمالين، أيا كان دي كلها مجموعة من المعادن اللي بتتبلور في فصيلة الثلاثي. دي أسماء الكلاسز اللي موجودة عندي بتاعتها، واحنا يهمنا قلنا الهولوسيمتري بتاعها اللي هو بيسموها الاكساجونال سكالوهيدرون، ودي كل واحده فيها الاكسس والبلين والسنتر والهرمون موجن بتاعها. اخر فصيله عندنا فصيله الكيوبك، فصيله الكيوبك فيها 7 كريستال كلاسز برضو، وكلها كل الكريستال كلاسز فيها 4 3 فولد اكسس سيمتري، 4 3 فولد اكسس سيمتري. ال 3 فولد ده ممكن يبقى روتيشن اكسس او روت انفيرجن اكسس مش هتفرق هنا، يعني هنلاقيهم كلهم فيهم ادي مثلا 3 3 3 3 سواء 3 بار او 3 مفيش مشكله، 3 بار او 3 مفيش مشكله. طيب بيقول لي ان ال
احتمال يبقى مع طبعا الفور ثري فولد اكسون اللي هي الاربع محاور الثلاثيه دي، احيانا بيبقى فيها معاها حاجات تانية، يعني زي مثلا المحور مع الاي والبي والسي، احيانا بيبقى فيها معاها محاور رباعيه، احيانا بيبقى معاها محاور رباعي انقلابي، احيانا بيبقى فيها محاور ثنائي. طبعا عندي بالنسبة لي المير بلينز احيانا بتبقى ما فيش مير بلينز خالص، واحيانا بيزيد المير بلين لغاية ما توصل لأكبر عدد عندي اللي هو 9 مير بلين، وده أكبر عدد موجود في الفصائل كلها. فيها 5 كلاسز، فيها 5 كريستال كلاسز في الكيوب. احنا عندنا زي ما احنا قلنا كده الكيوب فيها 5، التتراجونال فيها 7، الهكساجونال فيها 7، التريجونال فيها 5، والأرثرومبك فيها 3، المونوكلينيك فيها 3، والتريكلينيك فيها 2. لو احنا عدناهم كده هنلاقيهم 32 كريستال كلاس. دي اساميها، واحنا يهمنا الهكسا اوكتاهيدرال، وده يعتبر الهولو سيمتريكال كلاس بتاع الكيوب، واكبر كلاس موجود فيه اليمنتس سيمتري في كل الفصائل الموجودة عندي. اشهر المعادن الموجودة عندي طبعا الهالايت عارفينه، الماجنيتايت، الجارنت، وات ايفر. هيجي لنا دي في الاخر شويه معادن كتير فيها فلورايت وغيره هندرسها بالتفصيل بعد كده، ودي اسماء الكلاسز كلها، واحنا يهمنا زي ما قلنا الاخير اللي هو الهولو سيمتري بتاعها، وده كل واحد فيهم ان ديتيل بالتفاصيل بتاعته. ده فصيلة الكيوب بس. احنا لو احنا كل احنا قلنا كل فصيلة فيها بعض الاليمنتس اوف سيمتري، الاليمنتس اوف سيمتري اللي موجودة فيها دي احنا المفروض نعرف نرسمها على ال الستيروغرافيك بروجكشن. ده احنا مطالبين بيه بقى، يعني انا اذا كنت انا مش مطالب، انا دلوقتي مش مطالب ان انا احفظ كل فصيلة اسم كل كلاس اسمه ايه، كل كلاس الهيرمان موجن سيمبل بتاعه، انا مش مطالب ده، ماشي كده؟ يبقى انا مش مطالب ان انا احفظ الاسم مثلا الكلاس ده ايه، ولا اسم الـ ولا الهيرمان موجن سيمبل بتاعه، الاليمنتس اوف سيمتري بتاعته. انا مطالب احفظ في اللي هي الكلاسز اللي هي بتاعت الهولو سيمتريكال كلاس فقط اللي انا اشرت ليها. اما بقية الكلاسز، يعني انا لو حفظت 7، انا دلوقتي عندي في 25 كلاس انا مش مطالب ان انا احفظه. طيب انا ايه اللي انا مطالب بيه؟ طب انا ليه بدرس؟ انا بس انا المفروض لو انا جات لي حاجة مثلا جالي شكل زي ده، هل انا اقدر اطلع منه الاليمنتس اوف سيمتري بتاعة اللي موجودة هنا؟ هل اقدر احدد ان ده تبع الكيوب؟ لان انا عندي ده في محور ثلاثي، محور ثلاثي، محور ثلاثي، محور ثلاثي، في ثلاث في اربع محاور ثلاثيه، واحنا قلنا فصيله الكيوب هي الفصيله الوحيده اللي فيها اربع محاور ثلاثيه، يبقى دي فصيله الكيوب. هل اقدر اطلع عناصر التماثل اللي موجوده هنا؟ اقدر اطلع، انا عندي في محور ثنائي ومحور ثنائي، في محور ثنائي، يبقى في ثلاثه ثنائي وفي اربعه ثلاثي، في اربعه ثلاثي، يبقى انا دلوقتي اقدر اطلع الاليمنتس اوف سيمتري اللي موجوده هنا. يبقى ده اللي احنا مطالبين بيه، ان انت تطلع، لو انا جبت لك شكل زي ده ان انت تطلع لي الاليمنتس اوف سيمتري الموجوده فيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، لو انا جبت لك شكل زي ده وجبت لك مثلا حطيت لك هنا اكس، اكس ده بيمثل شكل فيس، هل تقدر تكرره بالاليمنتس اوف سيمتري الموجوده هنا؟ انت ممكن تشوف الموضوع ده صعب، انا شايفه هو فعلا في درجة صعوبة، لكن لو انت كررت عليه كتير انا اظن الموضوع هيبقى سهل جدا. يعني مثلا انا هنا لو حطيت، انا حط بدل ما احط اكس انا حط مثلا الدوت دي، ماشي كده؟ الدوت دي لو انا حطيتها هكررها بالثلاثي، يبقى دوت 1 2 3، وبعد كده باستخدام الثنائي ده هكرر دول الناحية التانية هنا، ماشي؟ يبقى انا عندي في محور ثنائي ده، طب باستخدام الثنائي ده هيخلي لي العلوي ده سفلي والعلوي ده سفلي والعلوي ده سفلي، فيخلي لي الثري دوتس هنا بقت 3 دوائر هنا، وهنا الثري دوتس هنا بقت 3 دوائر هنا، يبقى ده التكرار بتاعه وهكذا. طيب ده مثلا ده برضو فصيلة المكعب، فصيلة المكعب الاليمنتس اوف سيمتري الموجودة عندي هنا اقدر اطلع، ماشي؟ وهنا عندي ده 3 محور ثلاثي، ده هنا
ثلاثي انقلابي، ثلاثي انقلابي. عندي هنا في محاور ثنائية، كل محور ثنائي عمودي على الام، لان في عندي الدايرة دي سوليد، محور ثنائي عمودي على الام، خط محور ثنائي ده عمودي على الام، يبقى عندي في 3 محاور ثنائية عمودي على الام، وفي عندي 4 محاور ثلاثي انقلابي، 4 محاور ثلاثي انقلابي وهكذا. عندي مثلا هنا دي فصيلة برضو تبع المكعب، تبع المكعب دي مثلا ما فيهاش اي بلينز او سيمتري، لكن فيها كلها محاور، فيها 3 محاور رباعي وفيها 4 محاور ثلاثي 6 محاور ثنائي، ما فيهاش اي بلين او سيمتري. ماشي، دي برضو فصيلة تانية او كلاس تانية من كلاس الموجودة في المكعب. وفي عندنا الهولو سيمتري بتاع المكعب اللي احنا خدناه وعرفناه ودرسناه قبل كده، وده فلو جاب لي مثلا اي شكل سواء ده او ده او ده ايا كان، او حتى من بقية الفصائل التانية، المفروض لو حط لي مثلا اكس هنا، او بدل ما يحط لي اكس قال لي انا عندي مثلا في وجه دليله 0 1 او 1 0 1، 1 0 1 يبقى ده طالما 0 يبقى ده بارلل للبي، بارلل للبي، وبالتالي يبقى هو قاطع الاي والسي، يبقى هنا بين الاتنين دول وفي مسافة في النص، يبقى بين الاتنين بالظبط تقريبا، يبقى ده الوجه. وتبدأ تكرره بالطريقة اللي موجودة عندي حسب عناصر التماس. عندي محور تماثل ثلاثي، يبقى ده يجيب ده هنا بيجيبه هنا، محور تماثل ده ده الثلاثي هيجيب ده هنا يجيبه هنا واحد ويجيبه هنا واحد، يبقى ده كده عمل ايه، ده محور تماثل ثلاثي. وهستخدم بقى المحاور التانية، هستخدم مثلا البلينز اوف سيمتري في ان انا اكرره الناحية التانية، هستخدم المحاور التانية وان انا اكرره وهكذا. دي فصيلة المكعب، دي الأشكال الموجودة في الهولو سيمتريكال كلاس اللي هي في الهيكسا أوكتاهيدرون. دي الأشكال الموجودة عندي، فيها شكل الكيوب، فيها شكل الأوكتاهيدرون، فيها شكل، خلينا نقول ده مثلا ده بيسموه ده كان أوكتاهيدرون بس أنا قسمت لتلاتة، قسمت ده لتلاتة فبسميه ترايز أوكتاهيدرون. ماشي، طيب الشكل ده كان عبارة عن كيوب أو هيكسا هيدرون، قسمت كل واحد لأربعة، قسمت كل واحد من دول لأربعة، ماشي، واحد اتنين تلاتة أربعة، فبقى اسمه تترا هيكسا هيدرون. ماشي، ده بيسموه الرومبك ديدوكا هيدرون، ده بيسميه الترابيزو هيدرون، وده بيسموه الهيكسا أوكتا. يعني أنا كان عندي أوكتا وقسمت كل واحد من دول لستة، بقى اسمه هيكسا أوكتا هيدرون. وده الجنرال فورم بتاع فصيلة الكيوبك، وأكتر شكل في كل الفصائل في عدد من الأوجه، في عدد من الأوجه في 48 وجه. اللي بالمناسبة الجنرال فورمز غالبا بيبقى الاندكس بتاعها بيبقى 3 2 1 غالبا، الاندكس بتاع اليونت فيس بتاعها اللي هو ده بيبقى غالبا بيبقى 3 2 1. طيب يعني احنا خدنا الشكل ده قبل كده. لو انا ده فصيلة مثلا المكعب، شكل الكيوب ده عايز امثله على استيروغرافيك بروجيكشن، فباخد اول شكل عندي، اول وجه عندي اللي هو مثلا 1 0 0، وهحطه هنا مثلا 1 0 0، وبعد كده هكرره بمحور الرباعي، هيتحط هنا واحد هنا واحد هنا واحد، وهستخدم مثلا اي حاجة، هستخدم المستوى ده عشان اجيب الاكس دي هنا مثلا. ماشي، وبعد كده هستخدم الميرور بلين او الميرور بلين اللي هو الافقي ده ان انا احط مكان على الاكس دي داير. طيب لو انا عندي مثلا حاجه زي كده، حاجه زي كده، هاخد الشكل وجه الوحده اللي هو ده واحطه مثلا هيبقى هنا، ماشي، اللي هو 1 1 1 1 1 1 1 في التلاتة يبقى في النص، يبقى هنا، وبعد كده اكرره مثلا بمحور رباعي، يبقى بعد 90 درجة يجي هنا، بعد 90 درجة يجي هنا، بعد 90 درجة يجي هنا، وبعدين عندي في مستوى افقي، يبقى كل اكس هحط عليها دايرة. ماشي، طيب اللي بعد كده مثلا ده الرومبك دوديكاهيدرون، طب الدليل بتاعه 1 1 0، يبقى 1 طالما 0 يبقى ده بارلل سي، بارلل سي على الدايرة الخارجية، بارلل سي على الدايرة الخارجية، يبقى انا هحطه هنا. ماشي، وبعد كده بكرره بمحور الرباعي 4 مرات، وبعد كده مثلا بكرر بمحور الثلاثي ده، هيبقى مثلا دي واحد هنا، هيتحط هنا التاني، هنا التالت. ماشي، وبعد كده 1 2 3، التلاتة دول أو الأربعة دول هستخدم الدايرة الأفقية وإن أنا أحط عليهم دوائر.
عشان يبقى ده معكوس منه واحد تحت تاني. لو جينا نعدهم كده هتلاقي 4 بره وفي 4 في النص و4 تحتهم، في 12 وجه اللي هو الدوديكا اللي هو بتاعني 12. وفي عندنا ده مثلا تترا هيكسا، تترا هيكسا دليله 2 1 0، 2 1 0. طبعا 1 0 يبقى ده بارل للسي، يبقى الدايرة الخارجية. 2 1 هيبقى مثلا هنا انه اقرب للاي منه البي، ماشي. وبعدين احطه بقى، ابدا اكرره مثلا باستخدام البلين ده، هيحطه لي هنا، وبعد كده اكرره بمحور رباعي، يحط لي الاتنين دول هنا، وبعد كده اجيبهم لي هما هنا، وبعد كده اجيبهم لي هنا تاني. استخدم مثلا المحور الثلاثي، او استخدم البلين ده هيحط لي ده هنا. استخدم المحور الثلاثي هيكرره لي نفس الكلام. وبعد كده بستخدم البلين مثلا ده واكررهم هم الناحية التانية. وبعد كده اي حاجة موجودة جوه الدايرة، طالما عندي من دايرة افقية، يبقى انا هحط على كل اكس احط عليها دايرة. نفس الكلام انا عندي هنا الدليل بتاعي 2 2 1، 2 2 1 يبقى هو اولا قطع السي، المسافة بين الاي والبي واحدة، يبقى على الخط ده، الخط ده كده بين الاي والبي، ماشي. ولكنه اقرب للاي والبي منه للسي، يبقى طالع لبره شوية. لو هنا يبقى 1 1 1، لو هنا يبقى 2 2 1. وبعد كده هكرره مثلا بمحور الثلاثي ده، هديني 3 كده. وبعد كده هكررهم هم بالمحور الرباعي، هيجولي هنا حوالين التلاتة دي، هم هيجولي هنا حوالين التلاتة دي، هم هيجولي هنا. وبعد كده كل واحدة من دول هحط عليها دايرة، لأن في عندي دايرة أفقية، ماشي. ده مثلا برضو 2 1 1، ده برضو مكانه، برضو ممكن انتوا تشوفوا ليه مكانه ده. وبعد كده ببدأ أكرره، وبعد كده بحط عليه الدوائر عشان كلهم موجودين جوه الدايرة. بقى عندي هنا آخر حاجة الشكل العام اللي هو أكتر حاجة، 48 وجه. هنعمل 24 وجه في النص هنا، وبعد ال24 وجه كل وجه من دول هنحط عليه الدايرة اللي هو بيمثل لي اللي عندي فيه دايرة أفقية. وبالتالي كل وجه موجود عندي فوق موجود زي واحد تحت، والوجه ده موجود زي ده، الوجه ده موجود زي ده. فطالما وجه موجود فوق يبقى يتحط اكس موجود زيه تحت، معكوس زي تحت، بحط عليه دايرة وهكذا. يعني كده الموضوع انتهى، لكن الموضوع ده مش بيخلص كده، الموضوع ده بيخلص بكثرة التكرار، كررنا كتير. طبعا هو كان الجزء ده المفروض بيساعد فيه العملي، الكريستلز معاك وبتبدأ تطبق عليها بسرعة، فالموضوع بيبقى سهل ان شاء الله. لكن ان شاء الله نعوضه موضوع العملي ده بإذن الله. لكن لو انت رسمت الاستوجراف بروجكشن بتاع الهول سيمتريكال كلاسز اللي انت خدتها وبدأت تحاول تكرر الأشكال، أنا أظن الموضوع هيبقى سهل، ومع التكرار الكتير الموضوع الصعوبات اللي فيه بتزول. آخر حاجة أتمنى إن وأنتوا شغالين وأنتوا بتكرروا، إن أنتوا لو أي حد قابلته أي حاجة يبعتها لي يسأل فيها، لأن الموضوع ده مش هيعدي أو مش هيمشي غير لما تكتر من الأمثلة، ولو كترت الأمثلة أكيد هتكتر الأسئلة. ربنا يوفقكم يا رب ويعدي الغمة دي على خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.